نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، افتتح سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم اليوم بمركز عيسى الثقافي أعمال ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني الذي يقام على مدى يومين بتنظيم من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومجلس حكماء المسلمين والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وبمشاركة عدد من أبرز الشخصيات الفكرية البارزة وممثلي الأديان من مختلف دول العالم. وانطلقت أعمال الملتقى بعزف السلام الملكي ثم تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كلمة نقل خلالها تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمشاركين في الملتقى وتمنياتهما لهم بالتوفيق والنجاح. وتقدم بالنيابة عن جميع المشاركين بعظيم الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم على هذه المبادرة الكريمة والتي من شأنها أن تدعم قيم الخير والتعايش للعالم أجمع من أجل أمن وسلامة ومحبة ووئام الجميع. وأعلن عن تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بإنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي تأكيدا على أهمية الحوار والتفاهم والتعاون المشترك بين الدول ودعما من جلالته لكافة جهود الخير والسلام والتقارب بين كل البشر دون تمييز، وهو ما دعت إليه الأديان السماوية وتنظمه القوانين الدولية من أجل رفعة الأمم والشعوب. ثم تم عرض فيلم عن تاريخ البحرين وقيمها الحضارية التي تميزت بها عبر العصور من تعايش وسلام حتى أصبحت قبلة حاضنة لكل الثقافات وما وصلت إليه من تطور في هذا المجال في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. منذ فجر التاريخ
والبحرين لؤلؤة الخليج العربي، وأرضاً للخلود، ومنارة تقصدها الحضارات والشعوب، تسود فيها قيم التسامح والتعايش والمحبة، حتى صارت مملكة البحرين موطناً للإنسانية والسلام، وقبلة حاضنة لكافة الثقافات. واستمرت مسيرة المملكة الزاخرة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. فصارت البحرين اليوم نموذجاً عالمياً ملهماً للحريات الدينية والقيم الإنسانية الجامعة القائمة على التعددية واحترام الحريات. إنها البحرين بمساجدها وجوامعها وكنائسها ومعابدها ستبقى رمزاً للوئام ومهداً للسلام وأيقونة للتعايش والانفتاح، تحمل للعالم أجمع رسالة إنسانية سامية. لقد حظيت البحرين بجغرافيا مميزة وموقع استراتيجي مهم، إذ كانت عبر العصور ملتقى حضارياً لمختلف الحضارات القديمة ومركزاً حيوياً لخطوط التجارة والملاحة، مما جعل أهلها منفتحين على التعاطي البناء مع مختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والأفكار والثقافات والحضارات. وتتمتع بلادنا بتنوع فريد يعد من أهم روافد التنمية والبناء الحضاري فيها، إذ عاشت بسلام على ترابها العديد من الأديان والمذاهب والعراق، وبذلك تجذرت قيمة التعايش باعتبارها جزءاً من الثوابت الأصيلة للإنسان البحريني، ومرتكزاً أساسياً للتعاطي العام والعمل الوطني الاجتماعي. ولا شك أن العمق الحضاري للبحرين والتاريخ الإنساني فيها هما من أهم مقومات التعايش فيها. وحملت البحرين بقيادة جلالته رسالة التعددية والتعايش والسلام لتبثها في العالم كله، مصافحة بذلك كل الجهود الدولية في هذا المضمار، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية هذه الرسالة ليعم الخير أرجاء المعمورة. وقد أطلق جلالته من المبادرات السامية في هذا المجال، ومن أهمها إنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سبينزا الإيطالية العريقة، وتوقيع إعلان مملكة البحرين في الولايات المتحدة، وإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالإضافة إلى دعوة جلالته لفضيلة الشيخ الأزهر الشريف وقداسة بابا الفاتيكان للمشاركة في أعمال هذا الملتقى.